لينا في هذا الحقل عرضة للضياع في لحظة قادمة من عمره المهني. المصور الصحفي محمد والعبد الله عمل في هذا الحقل ما يقارب 4 عقود، قدم الصورة طازجة نقية في الصحف والمجلات. أقعده المرض مؤخرا دون أن يدر عليه رصيده المهني، بما يسعف في هذه الظروف. نتابع. أخذ محمد والعبد الله كاميرته منذ عقود، وبدأ رحلته بالتصوير خلال حقبة السبعينيات قبل نشأة الصحافة المستقلة. كان بحد ذاته يشكل وكالة أنباء مستقلة واكبت حقبة التحولات والانقلابات العسكرية. الصحف الدولية المهتمة بأوضاع البلاد اعتبرته مرجعا لها في الصورة. بدأ محمد تصوير المشهد الطبيعي والمناظر الرائعة في الحياة الطبيعية. أخذ صورا للرمال والجبال والأحافير والأخاديد التي نحتتها الصيرورة بقدرة المكون. كان يجني رزقه في الغدو والرواح من هذه المهنة التي يوجد لديه أرشيفها المتميز. فكرت معك شو حتى عدل الانفرتاج في تصوير أول شيء زينيت و مصور بها نكذرية هلا ماشي في ذاك الشر مالي و ذوق الحدود انت الطاق وسويرات نكذرية هلا رشبة انت تمشي منه. واكب تحولات الانفتاح الديمقراطي مطلع التسعينيات، وبدأ رحلته في العهد الجديد مع الصحفي القدير حبيب المحفوظ رحمه الله. بسرعة وخلال فترة وجيزة أصبح قبلة الأحزاب السياسية والنقابات الساعين لتوثيق أنشطتهم بالصور. مصور القلم وجهة ثابتة لكل الفعاليات في نواكشوط. شين قالوا له شرايط النقميات ما فاتوا عدو خارج عدو لا يكفوني وين يجي اضرابات مانع خش اسمع نعدل تغطيته مباشرة كاملة ما فيها وعد ولا يغلق سيمينير نعدل تغطيته اسمع ولا يقفوا عند الصور كاملة والغالي قال لهم ولا تقطوا النقابة ولا حزب يعدل شيء ما قالوا عيط المصور القلب. الأرشيف المتنوع لم يجد مع زحف الآليات الرقمية جهة تهتم به بوصفه تراثا أنتجته عبقرية وطنية مارست هذه المهنة باقتدار وفاعلية كبيرة. غير أن صروف الدهر وتحولات الأيام أقعدته عن وصال ساحات عرفها وعرفته منذ عقود، مسجلا للحظاتها بعدسته اللاقطة. سيد النقيب، صورة مفعمة بمآلات مصور صحفي بعد 4 عقود من الكدح والخدمة. لأن في الحقيقة هذا جانب من المأساة التي تعيشها الصحافة الموريتانية، وهو أنها غير محمية من الناحية الاجتماعية، فبالتالي هو الآن أصبح قعيد الفراش، ليس لديه راتب، ليست لديه ضمان صحي، ليس لديه ضمان اجتماعي. نحن أبلغنا بقضيته منذ 4 شهور، فبادرت النقابة إليه وزارته في بيته، فوجدناه مقعدا لا يمكن أن يتحرك من جراء وطأة المرض، فأخذنا ملفه وجمعنا له مبلغا ماليا ساهم فيه العديد من الصحفيين مشكورين الذين أجزي لهم جزيل الشكر، ونقلت الملف إلى رئيس هيئة الأطباء الموريتانيين الأستاذ أحمد الزين الذي تقبله، وهاتفت حبيب الله الأحمد والذي أيضا تحمس للقضية كثيرا، وطرحت عليه الملف وقال إنهم مستعدون لإجراء كل ما يترتب على ذلك، وبالتالي أجريت له في الفترة الأخيرة عدة فحوص واكبها حبيب الله جزاه الله خيرا مع الأستاذ بابان من صحراء ميديا، وأفضت هذه الفحوص إلى أنه يحتاج إلى علاج قد لا يكون متوفرا في البلد، لأن وضعيته تدهور باستمرار وتدهور بشكل سريع. الوقت لم يقع منه الكثير، يعني في ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
للصحفيين، يعتبر هذا ربما مآل منتظر لكل صحفي في موريتانيا. صحيح، قلت لك إن المأساة هو على أننا عندما نجد هذه الصورة وبالتالي فإن جميع الصحفيين سيحبطون بالأمال، لأن المآل الحقيقي للذين لا يتوفر لهم هذا الضمان الاجتماعي وهذا الضمان الصحي، لأنها هي شمعة تحترق لتنير الآخرين، خصوصا أن محمد يمتلك بنكا من المعلوم من الصور يوثق حقبة زمنية من تاريخ البلد مهمة ورغم جدا ذلك ورغم ذلك هو الآن لديه هذا الرصيد وهو قعيد فراشه، ليست لديه حماية ولا يمتلك من المصاريف ما يؤمن له قوت يومه، بالأحرى أن يأخذ إمكانيات العلاج التي تتطلب إمكانيات كبيرة جدا. بالتالي نحن نطلق هنا نداء، نقول إن نقابة الصحفيين الموريتانيين فتحت في مقرها سجلا للصحفيين الذين يريدون أن يساعدوا محمد فهو جاهز، وندعوهم جميعا إلى المساهمة في هذا المجهود المهم جدا. إذن أحمد سالم المختار السالم نقيب الصحفيين الموريتانيين، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.